وين تجري دو 4-5 مينوت واللي ما عندهاش تقدر دير دي سوتيمون ولا تمشي سو بلاس. طويلة من تمارين إحماء، يعني لوكو يبدأ يسخن شوي ولا تعرق شوي ويبدأ في تمارين. نبدأ مع التمرين الأول. التمرين حاولي على قدر المستطاع انه رجليك يكونوا مكسلين مليح. في هذا التمرين حاولي انك تجبدي لي جونو تاعك مليح الى الخلف حتى يوصلوا للصدر. كل نديرو منهم 5 مجموعات وفي كل مجموعة من 40 ثانية إلى 60 ثانية. في هذا التمرين أيضا حاولي أنك تكسلي رجليك. عند ممارسة الرياضة سواء تمارين البطن أو أي تمارين أخرى لازم تتنفسوا بشكل منتظم ومستمر. Ne bloquez jamais votre respiration. You know it's not about elevating. You know it's
الجيناج بلانك أو لابلانش اللي لازم جسمك يكون فيه مستقيم مثل الحطبة. حاولي انك ما تعوجيش خلاه الجسم تاعك. دركا كملنا تمارين البطن تاع اليوم. هذه سي لا بروميير بارتي. التمارين تاع هاد لا بارتي كانت سهله وسورتو للمبتدئين. ان شاء الله كي توالفوا بهم ندير لكم لا دوزيام بارتي افيك دي زيكزيرسيس بلوز انتونس. دركا ني خارجه من لا سال دو سبور، لا فيديو نكملها معاكم برا. بعد ما كملنا لا سيونس دو سبور جي بري ما دوش في لا سال ودرك راني مروحه، والمره الجايه ان شاء الله ندير لكم ان فيديو فيها روتيني بعد الحصه الرياضيه واش ناكل بو ريكوبيري تو. وصلنا لافان تاع لا فيديو ميزامي، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكونوا تفرجتوها من الاول للاخر وشفتوا لي زيكزيرسيس كل. ما تنساوش ديروا لايك على الفيديو، تابونيو للاشان وتفعلوا زر الجرس لاكلوش باش يوصلكم اي فيديو جديد نزلوا على القناة. ما تنساوش تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي اللي راح نحطهم لكم في الديسكريبشن بوكس. اتسناو لا دوزيام بارتي وبقاو اوفياء للقناة. تشاو.